طلع في ثورة 30/6 تمام. وطلع يقول وكانت المحبة وكنا في رمضان وكانت توزع المياه من المسيحي والمسلم ولا نعرف من هو المسيحي ومن هو المسلم وكانت مأدبات الإفطار وكانت ثورة شعبية 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 تمام. دائما حضرتك قلت أكتر من 50% من الشعب المصري خرجوا في ثورة 30 يونيو. شفنا أثناء اعتصام رابعة المسلح اللي كان مستمر في عقب الإطاحة بجماعة الإخوان من قبل جموع الشعب المصري، شفنا كانت دعوات من قبل قيادات عديدة لجماعة الإخوان الإرهابية بيتحدثوا عن إن من قام بثورة 30 يونيو أو هذه التجمعات هم المسيحيون فقط أو 90% منهم مسيحيون. لماذا كانوا يستخدمون هذا الأسلوب وهذا الرقم وهذه الإحصائية بمحاولة أن من قام بهذه الثورة هم المسيحيون فقط؟ لا بالعكس طبعا، لأن هو المسيحيين ما بقوش 50% من الشعب المصري لسه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا كان في اخواتنا المسلمون المصريون مش بيدافعوا عن حقوق الأقباط، لا كانوا واقفين جنبا إلى جنب مع الأقباط. نمرة تلاتة، الكاميرات صورت، التسجيلات موجودة. طب إيه كان هدفهم يا فندم كمحامي للحريات الدينية؟ أيوة. إيه الهدف لما يقولوا معلومة زي دي أو يحاولوا يثيروا الناس بمعلومة زي دي؟ هو طول عمرهم يلعبوا باسم الدين. يعني في بدايتهم قالوا الإسلام هو الحل، في شغلهم الدين الدين الدين، يمتطون الدين من أجل الوصول إلى الكراسي. فكان هدفهم هو إخماد تلك الثورة بأنها تنسب للأقباط فقط، أي أن زي ما قالوا في الدستور بتاعهم اللي دخل نعمة يدخل الجنة والنار، برضو قالوا إن هيطلع الثورة هيدخل النار. فعلى هذا الأساس اللي هيروح الاتحادية هيدخل النار ولا هيروح الرابعة ده في الجنة بالضبط. لكن الاتحادية، ميدان التحرير، ميادين مصر كلها كانت مكتظة بأعلام مصر لا تستطيع أن تميز بين مسيحي ومسلم. وصدقوني الحمد لله ان ربنا رزقنا بقيادة حكيمة، زي ما قلت في البداية حكيمة انسانية تبحث عن الانسان ولا تبحث عن ما بداخل الانسان من اعتقادات. تمام. دكتور رمسيس، لو كان محمد مرسي كمل الفترة الرئاسية بتاعته 4 سنين، كان شكل التعامل او كان وضع المصريين بصفة عامة والاقباط على وجه التحديد في مصر كان هيكون عامل ازاي؟ لا طبعا، أولاً في ظل ما رصدته في خلال سنة واحدة بس، اولا كان من الصعب او من المستحيل ان يستمر 4 سنوات، لان الطقم او الكادر اللي معاه وهو شخصيا ما كانوش قد سياسة مصر لا داخليا ولا خارجيا. هذا اولا. ثانيا، لو قدر لله او لو سمح الله بان استمر، ما ظنش كنا هنبقى في هذا المكان وفي هذا الاسلوب وفي هذه التحسن، مش هقول الملحوظ، لا الواضح للشعب عامة للعالم كله ان مصر تقدمت. لذلك حتى النهاردة بنقول او شايفين في الاخبار تلميحات ان تركيا بتحاول تعيد العلاقات مع مصر. عادت العلاقات خلاص او وقعت اتفاق مع اسرائيل وبتحاول يعني تعتذر لروسيا بعد اسقاطها لطائرة روسية على يعني مصر. المقصود وبتحاول تعيد العلاقات الى مصر، لان مصر خلاص بس يعني مصر اعلنت ضرورة ان تعترف بثورة 30 يونيو. هي ثورة هل يضير الشمس قول الضريرة اذا اصر وانكر؟ استحالة طبعا. ثورة 30 يونيو مسجلة، يعني من لم يراها ومن لم يعيشها مسجلة. فزي التسجيلات، كون ان تركيا او غير تركيا لا تعترف بهذه الثورة الشعبية التي يعني مش عايز اقول فقط 25 يناير بكثير، فيبقى تركيا بتغض الطرف عن عمد. تمام. عن حقوق الشعب المصري. طيب دكتور رمسيس، بعد اندلاع ثورة 30 يونيو وخروج الملايين من المصريين في محافظات مصر المختلفة للمطالبة برحيل حكم الإخوان عن إدارة أمور الدولة المصرية، بعد ثورة 30 يونيو إلى أي مدى استطاع المسيحيون أن يعني يتنفسوا الصعداء وأن يعني يرتاح ويرتاح
فئات المجتمع المختلفة أيضا بعد سنة من التوتر. كل شهر كنا نسمع أحداث ومشكلات، كانت لما الأمور تبتدي تهدى يحصل قرار تاني يولع الدنيا. يعني إيه الوضع دلوقتي بعد الثورة، بعد مرور حوالي أكتر من سنتين؟ من سنتين. مما لا شك فيه أن عندما تتجه القيادة إلى احتضان الشعب المصري مسلمين وأقباط، أو إلى العمل من أجل الشعب المصري مسلمين وأقباط، أو إلى عدم التمييز ما بين قبطي ومسلم، بيحصل نوع من أنواع الهدوء لدى الأقباط، الهدوء النفسي لدى الأقباط، وأيضا الهدوء النفسي لدى المسلمين، لأن العدل أساس الملك. فإن كانت القيادات غير عادلة، أي تميز بين جنس وآخر، تميز بين دين وآخر، فتعتبر نوع من أنواع انهيار الملك. أما القيادات الحالية طبعا بثت الطمأنينة بزيارتها لنا في الكنائس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا طبعا ما هو الشخصية المقصودة، يعني أنه شاركنا في مناسباتنا. يعني مش عايز أتكلم وأقول أمدح فيه، لأني هذه الشخصية ممدوحة من كافة المصريين على ما أظن، إلا من يتبع طريق الإخوان فهو لا يعرف للحمد لمثل هذه الشخصيات طريق. لكن مما لا شك في أن الأقباط هادئوا نفسيا، بدأوا ينتبهون إلى حياتهم الدنيوية، بدأوا يندمجون في العمل السياسي، في العمل الاجتماعي، غير الأول على الإطلاق. على الإطلاق سنة كانت سنة مؤلمة على مصر. تمام. صدقوني أنا مش بحارب، مش بدافع عن أقباط، لا، أنا محامي حريات. الحر الدين حرية مطلقة كفلها الله للإنسان، لكن أنا بحامي عن إنسان. مصر اتغيرت خالص خالص خالص. إيه الدروس المستفادة من فترة حكم الإخوان خلال السنة دي علشان ما نغلطش الغلطة دي مرة تانية؟ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ولا يوضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب، ولا يوضع من أجل دينه أو عقيدته على الإطلاق. وعندنا أمثلة، ومش هقول أمثلة مين، فلان الفلاني أستاذ القلب اللي فتح في أسوان وفتح وفتح وفتح، الأستاذ الدكتور رفع رأس مصر، وعندنا الأستاذ الدكتور أحمد زويل. نحن ننظر إلى العمل ولا ننظر إلى اللحي. تمام. طيب عايزين نعرف برضو، يعني خلال الفترة الجاية إن شاء الله تتوقع مثلا أي عودة أو أي دور بعد كده لجماعة الإخوان الإرهابية في مستقبل مصر ككل، غير دورهم السيء والسلبي من أعمال إرهابية بيحاولوا إن يقوموا بها حتى يعكروا صفو المجتمع المصري، ويعني يحاولوا أيضا أن يشوهوا المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الأرض المصرية في الوقت الحالي؟ طبعا آثار، يعني آثار السنة ما زال موجود، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، آثار الفكر الديني ما زالت موجودة. نمرة تلاتة، ما زال التيار الإخواني يساند من بعض الدول الأجنبية. فيجب علينا أن نكون حذرين حذارة شديدة، ولا نتمتع بالرخاء على الإطلاق إلا بعد أن تستقر الأمور، وهذه لن تكون في يوم أو اتنين أو في شهر أو اتنين أو سنة أو اتنين. دي عايزة فترات تعليمية تثقيفية فكرية علشان يتغير الفكر الذي تغير بعهد الإخوان وما قبل الإخوان من فكر مصري إلى فكر إخواني. اليوم عايزين نغير من فكر إخواني إلى فكر مصري لكل المصريين، مسيحي مسلم يهودي أيضا الذي نص عليه في الدستور الحالي، معذرة بهائي، أي شيعي، كل هؤلاء إن انتموا إلى الجنسية المصرية أصبحت هناك مصر، وإن انتموا إلى عقائدهم وديانتهم وأحزابهم أصبحت هناك عصبيات تتشاد ولا تتفق. تمام.
الدكتور رمسيس النجار محامي الحريات الدينية، شرفتنا في هذا الصباح، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل كل جموع الشعب المصري بصحة وسلامة، وعيد ثورة 30 يونيو إن شاء الله عيد مبارك على كل الشعب المصري. كل سنة وحضرتك والشعب المصري والقيادات المصرية بخير. أشكر. شكرا. بكده مشاهدينا الكرام فقرات هذا الصباح ما زالت مستمرة معاكم، ولكن بعد فاصل قصير.